وقعت شركة روسوبورون اكسبورت الروسية للصناعة الدفاعية عقودا لتصدير الاسلحة بقيمة 600 مليون دولار في اليوم الثالث من منتدى الجيش 2023 بضواحي موسكو، وقال رئيس التنفيذي للشركة الكسندر ميخايف انه قد تم عرض اكثر من 350 نموذجا من الاسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج على وفود اكثر من 30 دولة. حيث تم إبرام عدد من عقود التصدير بقيمة تقدر حوالي 600 مليون دولار هذا وتمكن المصدرون الروس خلال منتدى الجيش الثالث أو وعشرين من التوصل إلى اتفاقيات حول الإنتاج المشترك لبنادق كلاشينكوف والمدرعات والصواريخ الموجهة وتزويدها بأجهزة ومعدات تنسجم مع منظوماتها